اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، وهذه التغطيه الخاصه. الحقيقه انه الزواج المبكر يمكن ظاهره صعبه بالتاكيد بيعاني منها يمكن كل البلدان العربيه، ما بين حفلات خطوبه وحفلات زواج في النهايه بالتاكيد الضحايا الاولى ليهم هم الاطفال، بيكونوا الاطفال هم ضحايا للاهل. خلوني اقول لحضراتكم انه من ضمن هذه الظواهر انتشر مقطع فيديو لحفل خطوبه لطفلين، احدهما 10 سنوات والاخر 11 عام ولكن في الاردن. خلوني كمان اقول لحضراتكم انه مقطع الفيديو شهد كثير من الانتقادات نظرا لصغر سن الطفلين على هذه المناسبات وصغر سنهم على تحمل اي مسؤوليه حتى ولو كانت هذه المسؤوليه صوريه فقط. كمان والد الاطفال قال ان الحفل لم يكن حفل زفاف انما كان حفل خطوبه، وقام بايفاء بوعد قطعه لجد الاطفال قبل سنوات بان يخطب لهم عند بلوغهم سن 10، مؤكدا ان الزواج سيكون عند بلوغهم 18 من العمر حسب القانون الأردني. كمان بالتأكيد الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي طلبوا بمحاسبة أهل الأطفال بتهمة استغلالهم في ظاهرة الزواج المبكر واللي بيمنعه القانون الأردني واللي بيسمح فقط بالزواج عند بلوغ سن 16 عام. كمان أهل الأطفال برروا ذلك إن الموضوع شخصي وإن الحاضرين للحفل كلهم من المعارف والأصدقاء ولا يحق لأحد التدخل في أمر عائلي وشخصي مثل هذا، وإن الأطفال لن يتزوجا قبل إتمامهما السن القانوني، وإن ما حدث فقط إيفاء بوعد بشكل علني لا أكثر. خلوني أقول لحضراتكم أنه بحسب إحصائيات دائرة قاضي القضاء في الأردن فقد بلغ عدد حالات الزواج لمن هن دون سن 18 عام في عام 2020 بلغ الحقيقة 7964 من أصل 67389 حالة زواج بنسبة 11.8% مرتفعة عن عام 2019 الذي بلغت حالاته 7224 بنسبة 10.6%، وفي العام 2018 كان العدد 8226 بنسبة 11.6%، أما في العام 2017 فكان العدد 10434 حالة بنسبة 13.4%. فالحقيقة أنه أيضا بيذكر أن الأردن يعني عدل القانون مرتين خلال الأعوام الماضية، المرة الأولى كانت في 2017 حيث كان يسمح بالزواج لمن أكمل 15 سنة، والحقيقة يعني بيكون 15 سنة من عمره لم يكمل 18 عام بشرط أن لا يزيد الفرق بالعمر عن 15 عام بين الزوجين. أما في عام 2019 والحقيقة مع يعني ضغط منظمات المجتمع المدني فعدل البرلمان الأردني سن الزواج ورفعه في الحالات الخاصة وأصبح بيبدأ بسن 16 ضمن شروط مشددة. يعني دي كانت كافة التفاصيل حول يعني هذا الحفل، حفل الخطوبة الذي حدث بالأردن. بشكركم شكرا جزيلا للمتابعة، وانتظرونا في تغطية ومتابعات جديدة على مدار اليوم. إلى اللقاء.